لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. انقلاب في القصر الملكي ومحاولة اغتيال الأمير أحمد بن عبد العزيز من الأمير محمد بن سلمان. وهذا ما حدث. كشف التحقيقات في قضية والتي أحلتها النيابة بالقضاء العسكري عن تخطيط المتهمين لمحاولتي اغتيال الأمير محمد بن نايف والأمير أحمد بن عبد العزيز، مشيرا كما اعترف المتهمون بالرصد والتخطيط لاغتيال الامير احمد بن عبد العزيز. وكشف التحقيقات ان التخطيط تم بين خليتين احداهما بالسعوديه لاستهدافه خلال اداء مناسك العمره في مكه المكرمه، وكان احدى العاملين ببرج الساعه احمد عبد العال، وقام برصد المتهم كما رصد مهبط طائرات الاسره الحاكمه بالسعوديه ببرج الساعه، وقام باشراف بعض المواد التي تدخل في تصنيع الابوات الشديده المتفجرات من سوق الكعك بالمملكه السعودية وتخزينها بالطابق 34 بالفندق، معتقدين أن الأمير أحمد بن عبد العزيز سيقيم بالفندق خلال مناسك العمرة وذلك لقيام الرأس بالحجز بالفندق، وتركوا المواد المتفجرة حتى استهدافه في العام المقبل. واعترف أحد المتهمين بعرض زوجته ارتداء حذاء مناسب لتفجيرها حتى تشغل القوات في الوقت الذي يكون فيه أعضاء باقي الخلية باستهدافه. أما المحاولة الثانية كانت عن طريق خلية من بين الضباط المحتلين، قام بها 6 ضباط وقاد الخلية وأفرادها، وحالت نيابة الدولة العليا أكثر من متهمين بالانضمام إلى تنظيم محاولة اغتيال الأمير أحمد بن عبد العزيز والأمير نايف لجماعة أسسها خلف الأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها وحيازة منجرات وأسلحة واستهداف البعض من الجنود وضباط الشرطة. أولا سنكشف لكم من هو الأمير أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك الذي عاد مؤخرا للرياض بشكل مفاجئ. عاد أحمد بن عبد العزيز شقيق عاهل السعودية من لندن إلى الرياض، فيما تشير تقارير إعلامية إلى أنما ربما عودة ليقوم بمحادثات على مستوى رفيع في المملكة بسبب أزمة مقتل الصحفي السعودي جمال خشافجي والضغوط التي واجهها ولي العهد محمد بن سلمان. وكانت تقارير بريطانية أشارت في سبتمبر أيلول الماضي أن الأمير أحمد بن عبد العزيز يفكر في عدم العودة لبلاده والبقاء في بريطانيا بعد الأزمة الناجمة عن تصريحاته أمام متظاهرين يمنيين في العاصمة البريطانية لندن ردا على هتافهم ضد آل سعود. وقد ظهر الأمير أحمد بن عبد العزيز في مقطع فيديو وهو يتفاعل مع المظاهرين خارج السفارة السعودية ويقول أن شقيق الملك وابن ولي العهد هم فقط المسؤولين عن إدارة البلاد، وذلك ردا على هتاف المحتجين الذين ينتقدون العائلة الملكة بأكملها. كما أضاف بن عبد العزيز ردا على إدانة المحتجين للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن أن عليهم التوجه بالطلب لولي العهد محمد بن سلمان الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع لإنهاء الحرب. وقد نفى الأمير لاحقا تلميحات بأنه انتقد دور الملك ولي العهد محمد بن سلمان بعد انتشار مقطع الفيديو. ولد الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود عام 1942 وهو الابن 31 من أبناء الملك عبد العزيز، وينتمي الأمير إلى الجناح السديد الأكثر نفوزا في العائلة الملكية السعودية، وهم أبناء الملك عبد العزيز آل سعود من زوجته حصة بنت أحمد السديدي، وهم الملك فهد والأمير سلطان والأمير تركي والأمير نايف والأمير عبد الرحمن والملك الحالي سلمان بن عبد العزيز. ويحمل الأمير درجة الماجستير في العلوم السياسية، وظل نائبا لوزير الداخلية مدة عام 37 وقضى 4 سنوات مسؤولا عن المواقع المقدسة في مكة، وتولى منصب وزير الداخلية في السعودية في فترة 18 يونيو حزيران 2012 حتى 5 نوفمبر تشرين الثاني 2012. وقد تمت إزاحته عن ترتيب العرش مرتين، الأولى عندما قدم الملك الراحل عبد الله عليه أخيه الصغير الأمير مكرم بن عبد العزيز، والثاني عندما قرر الملك الحالي سلمان نقل السلطة لجيل الأحفاد متمثلا في الأمير محمد بن نايف ووزير الداخلية السابق الذي صار وليا للعهد نحو عامين، ونقل الأمير محمد بن سلمان الذي صار وليا لولي العهد قبل أن يصبح هو نفسه وليا للعهد. وكان الأمير أحمد بن عبد العزيز قد غادر السعودية في نوفمبر قبل حملة اعتقالات طالت نحو 11 أميرا سعوديا أفرزهم الوليد بن طلال والعشرات من الوزراء ورجال الأعمال السعوديين حينها. ومعروف عن الأمير إنه أحد المتدينين باعتزاله ومفتح مشهور بحب للصحراء والجبال والبحر والصيد. والأخبار استردت الفترة الأخيرة عن ولي العهد الأمير أحمد بن عبد العزيز القادم، حيث قيل أخبار أن الملك سلمان اجتمع مع الأمير أحمد بن عبد العزيز بعد عودته للسعودية لمناقشته في العرش ومن سيمسك بعده، حيث يتم حسم كل أمور المملكة من قبل الملك سلمان. هل سيتم تسليم أحمد بن عبد العزيز منصب ولي العهد السعودي أم الأمير محمد بن سلمان؟ الأمير أحمد بن عبد العزيز بدأ تعليمه الابتدائي بمدرسة الأمراء
في حياة الملك عبد العزيز مدينة الرياض، ثم معهد الإنجيل الذي أنشأه الملك سعود بالرياض، وأكمل الابتدائية والمتوسطة وأنهى الدراسة الثانوية في المملكة العربية السعودية. وقد درس فرقة الكشافة في المعهد للولايات المتحدة حتى تخرجه منذ عام 1961 هجريا. سافر الولايات المتحدة للدراسة في نهاية العام 1961 ودرس اللغة الإنجليزية وبعض الموارد العلمية بجامعة كاليفورنيا الجنوبية. انتقل إلى جامعة رادالنز في منطقة سان برنيابو بجنوب ولاية كاليفورنيا، حيث حاز على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية عام 1968. منح شهادة الدكتوراه في العلوم الإنسانية من جامعة ريدلاندز ولاية كاليفورنيا الأمريكية في 26 يوليو من عام 1995. زوال الأعمال الحرة، ومنها ترأس المجلس إدارة شركة الجبس الأهلية من عام 1969 حتى نهاية عام 1970. في مطلع 71 صدر الأمر الملكي بتعيينه وكيلا لإمارة منطقة مكة المكرمة. ومن الأعمال التي قام بها بإمارة منطقة مكة المكرمة هي توجيه ومتابعة من أمير المنطقة وقتها الأمير فوزين بن عبد الرحمن آل سعود. كان أول مسؤول على مستوى كبير يزور الليث والقنفذ والبرك وتلمس حاجات الأهالي هناك، وكانت تلك المناطق متخلفة كثيرا وليس بها طرق معبدة، وعلى أثر ذلك أنشأ الطرق الذي يربط تلك المناطق حتى جيزان، كذلك بيوت كبيرة. عقد أول اجتماع الإمارات تبع المنطقة بما يسمى الآن بالمحافظات والمراكز، وقد شمل ذلك ممثلين من وزارات الخدمية الصحة والبلديات والزراعة والمياه والكهرباء، ونتج عنه تطوير الخدمات عموما مما أدى لتحسن وتحقيق معظم حاجات المواطنين في المنطقة، كذلك تطوير الجهاز الإداري بالمنطقة ومشاركة من وزارة الداخلية وغيرها. أول ما بدأ يعمل فكرة دراسات مدنية للحج باقتراح رفع لوزير الداخلية وفق عليه من المقام السامي، وشكلت وقتها لجنة مشتركة من الوزارات المعنية كفريق عمل للمهمة، وساهم بجهود شخصي واستمر بدعم تلك الدراسات والتي على ضوءها أنشأ ما يسمى الآن مركز أبحاث الحج. رأس لجنة تخطيط المنطقة شارك باللجنة في فرعية الحج وما تبعها في شهر ذو الحجة من عام 1972 بتعيينه دائما لوزير الداخلية، حيث ساهم وتحت إشراف الأمير النائب بن عبد العزيز آل سعود بعمل تنظيم جديد للوزارة وتطوير قوي الأمن بجميع المرافق. تولى منصب وزير الداخلية في 18 يونيو 2012 خلف لشقيقه نايف عبد العزيز آل سعود، وقد ظل في هذا المنصب حتى نوفمبر 2012 عندما أعفى عنه بناء على طلبه وعين بدلا منه الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود. أسرته الزوجة الأميرة فهدة بنت تركي بن أحمد السديري أنجب منها الأمير عبد العزيز والأمير نايف والأميرة نورة والأميرة حصة والأمير فيصل والأميرة فلوى والأمير تركي والأميرة موطة والأمير سلطان. زوجته الثانية الأميرة شريفة بنت علي بن إبراهيم بن علي الرشودي أنجب منها الأمير فهد والأمير عبد الرحمن والأميرة لطيف والأميرة جواهر والأميرة شيخة بنت عجان بن مسلم أبو سنين. هذه هي زوجته الثالثة ولم ينجب منها أبنه الأمير بن عبد العزيز. تتزوج الأميرة خلوب بنت مساعد بن أحمد السديري اللواء ركن الأمير نايف بن أحمد رئيس هيئة الاستخبارات وأمن القوات البرية، متزوج من الأميرة فهدة بنت خالد بن عبد الله آل سعود. الأميرة نورة بنت أحمد كانت متزوجة من الأمير فيصل بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ولهم الأبناء الأمير عبد الله متزوج من الأميرة لطيفة بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود، ولهم الأبناء الأمير فيصل والأميرة عبير والأميرة ياسمين. الأميرة حصة بنت أحمد متزوجة من الأمير فيصل بن ناصر بن عبد الله بن فيصل فرحان آل سعود. الأمير فيصل بن أحمد متزوج من الأميرة نسرين. الأميرة فلوى بنت أحمد متزوجة من الأمير سلطان بن عبد العزيز، ولهم من الأبناء الأميرة سيطة والأمير فهد والأمير سلطان. الأمير تركي بن أحمد متزوج من الأميرة مشاعل بنت محمد بن نواف. الأميرة موضة بنت أحمد متزوجة من الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف. الأمير سلطان بن أحمد الأمير فهد بن أحمد متزوج من الأميرة العنود بنت نواف. الأمير عبد الرحمن بن أحمد والأميرة لطيفة بنت أحمد متزوجة من الأمير بدر بن سلطان. الأميرة جواهر بنت أحمد ليست متزوجة أيضا. الجواز حصل على جائزة وأوسمة من أهمها وسام الملك عبد العزيز، وحصل على شهادات تقدير الأمير أحمد بن عبد العزيز، حيث أبلغ من عمر الأمير أحمد بن عبد العزيز 82 عام، ميلاده 5 سبتمبر 1942 في الرياض المملكة العربية السعودية. الإقامة الرياض جدة الطائف. الجنسية السعودية الديانة الإسلام. هل من رأيكم سيكون تولي محمد بن سلمان لولي العهد أفضل أم الأمير أحمد بن عبد العزيز؟ وسيتم مناقشة الأمور كاملة في الأيام المقبلة في مستقبل المملكة العربية السعودية. We'll be right back.
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.